أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إني أسألك بحق المعلود في هذا اليوم المعود بالشهادة قبل استعلالي وولادتي بكت السماء ومن فيها والأرض ومن عليها ولما يتلالى بيتها قتيل العبرات وسيد العثرة المعدودات بالنصرة يوم القرة المعوض من قتل. إن الأئمة من نسله وشفاء في تربته من فوضعه في أوبته والأوصياء من عثرته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويسار والسرى ويرضى الجبار ويكون خيرا صار. صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم فبحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤال المختلف مسيئ إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه. يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم صل على محمد وعترته واحشرنا في زمرته وتعائنا معه دار الكرامة ومهل لقامة. اللهم كما أكرمتنا بمعرفة فأكرمنا بذلف وارزقنا موافقاته وصابقته واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل اصطفائه المعدودين منك بالعدد العنثال أشر النجوم ظهاري والحجاج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خيرا موهبة وانجعها لنا فيها كل طلابة كما وهبت الحسين لمحمد جده وعاد فتور صوبها معده. فنحن فائذون بخيره من بعده نشاهد تربته وننتظر أوتاه. آمين. رب العالمين الحسين المحمد جده وعذا فتور بمهده. آمين يا رب العالمين.